والنهاية ولب الأمور. فنيا ظهر الفنان صلاح السعدني لأول مرة منذ سنوات عديدة، ونشر نجله الفنان أحمد السعدني صورا جديدة لوالدي على صفحته بموقع انستغرام هو يتصفح إحدى المجلات في حديقة منزله. وقال أحمد السعدني: أبويا من كتر ما تصور في حياته ما بقاش يكره قد التصوير، بس أنا صورته بالعافية، قلت له أنت وحش ناس كتير عايزين يطمنوا عليك.